موجة الجفاف تؤثر في المحاصيل الزراعية في المغرب، ورغم إجراءات الحكومة برفع الفائدة وخفض وتيرة التصدير، فإن الارتفاع الصاروخي للأسعار لا يتوقف. تقول الأرقام الرسمية إن معدل التضخم السنوي زاد على 10%، مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% والمواد الأولية المستوردة من 30 إلى 70%، مثل البذور والطاقة والأسمدة وغيرها. أنا كنظن بأن اليوم المشكل اللي عندنا هو مشكل في العرض، لأن اليوم العرض من المنتوجات الفلاحية اللي عندنا على المستوى المحلي هو لا يوازي الطلب، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب، وبالتالي اليوم هذا يعني التصدير اللي حبسناه على المستوى الدولي هو اللي خلانا أننا نجاوبوا على المستوى المحلي، ولكن هذه الإجراءات كلها تبقى إجراءات اللي هي إجراءات مؤقتة. وقد عللت وزارة الزراعة هذه الارتفاعات بعوامل خارجية مرتبطة بالطقس، مثل قلة الأمطار وموجات البرد التي أخرت جني بعض المحاصيل، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام. وتمثل الزراعة في المغرب 13% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من الصادرات. اليوم عندنا مشكل في المياه ديالنا، وعندنا كذلك واحد اشجار المثمره اللي هي كتخلينا ما نمشوش الحبوب والقمح والشعير والنباتات الزيتيه اللي كتجيوها المغاربه، وبالتالي هذه الامور كنجيبوها من الخارج، ما كنجيبوها من الخارج واحد العمله صعبه اللي هي مهمه، وفي اخر المطاف يعني عوض ان هذه القطاعات الفلاحيه تكون يعني تساعد المغاربه هي كتضرهم في اخر المطاف. ويرى مراقبون ان الخطابات الحكوميه المطمئنه بانخفاض الاسعار قريبا لم تؤتي اي نتيجه، وان التضخم سيظل مرتفعا ما لم تكن هناك اصلاحات حقيقيه لموازنه العرض مع الطلب وتعزيز شبكات توزيع المواد الغذائيه.